يتابعوني هنايا. كنشكرهم بزاف على التعالى في الزمن ديالهم اللي كيعطيني التفاؤل وكيعطيني الطاقة الإيجابية. شكرا لكم بزاف. كنشكر عمي يوسف بزاف اللي صراحة قدم لي يد المساعدة كبيرة، عمرني ما ننسى ليه الفضل ديالو من بعد الله سبحانه وتعالى. وكنشكر الراجل اللي هداني هاد العمرة اللي كانت حلم، والحمد لله تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى. وكنرجو ان شاء الله باذن الله نحقق جميع الاماني ديالي من قرايا ومن دراسة عليا ومن ان شاء الله علاش لا. وشكرا لكم بزاف، الله يحفظكم ويحفظ وليداتكم ويعطيكم كل ما كتمناو ان شاء الله. ماشي الصدقة هي الفلوس ديال هي اللي راه كلمة طيبة. الانسان كيعطيك تفاؤل في الحياه، كيعطيك طاقه ايجابيه، دعوات، ابتسامه، راها صدقه كبيره وصدقه جاريه عند الله سبحانه وتعالى. والحمد لله على الاسلام ديالنا. وشكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم وعلى التعلق الزوينه ديالكم. وكنشكر عمي يوسف شكر خاص لانه كان ليه فضل كبير من بعد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ثم عمي يوسف وبيكم الحمد لله. توفقت انني نقدم نجي هنايا. احنا دابا في المدينه المنوره ام القرى، وحنا دابا في الحرم اللي كاين في المدينه المنوره. صراحه اجواء رائعه لا توصف، وصراحه ما نقدرش نوصف لكم التعابير والكلمات اللي كنعيشهم دابا. وصراحة كنتمنى لأي واحد له ليه حرمه من هاد الشوفة ديال الحرمين وديال العمرة إن شاء الله بإذن الله. الله يعطيكم حجة وعمرة إن شاء الله معاودة بإذن الله مع وليداتكم ووالديكم. الله يرزقكم البر والله يصلح لكم وليداتكم. السلام عليكم مشاهدي الكرام، متابعين ديال قناة مغارب نيوز. السلام عليكم خويا يوسف. السلام عليكم محبين ديال سجيدة اللي كانوا كيسولوا على الأخبار ديالها ومتبعين الأخبار ديالها ودخلوا عندها الخاص وكيهضروا معاها وكيسولوا. راكم شفتوا الحالة الصحية ديالها كيف كانت، راكم شفتوا المرحلة اللي دازت منها وكانت مشوقة. ماشي غير هي بوحدها، حنا كلنا كنا مشتاقين أننا نجيو لهذا المقام. حنا دابا حاليا في المدينة المنورة. كنبشركم بأن بنتكم سجيدة أخيرا تحقق لها الحلم ديالها، والحمد لله من بعد الفضل ديال الله تبارك وتعالى ومن بعد الفضل ديال الأخ يوسف اللي كنوجه ليه كلمة شكر وتقدير. وكندعي معاه من هذه المدينة المنورة الله ينور طريق دنيا وآخرة، والمحسنين اللي وقفوا مع السجيدة واللي ساندوها، والسيد المحسن اللي عطى السجيدة هذه العمرة وكرمها وشملها بالرعاية ديالو وبالكرم ديالو، وبقى متابع الحالة ديالها توصلت هنايا وكيسول عليها وكيفاش الأحوال ديالها. وصراحة وصل على الناس اللي جاو معنا في هذه الأجونس اللي جينا فيها ديال المصالح اجونس، معاملتهم طيبة اللي وصلهم علينا بحكم انه عنده معرفة شخصية بهم. والحمد لله كانت البصة اللي نزلنا فيها زوينة، وقريبة الحرم ديال المدينة وكذلك الحرم ديال مكة اللي غادي ان شاء الله باذن الله غادي ندير لكم فيه فيديو تا هوايا. وكنشكركم كاملين والله يجعل سيدي ربي الكريم يوفقكم ويحفظكم. وما نسيناكمش في الدعاء، ودائما كندعي معاكم وكندعي لكم، والله يحفظكم لينا والله ينوركم. وكلشي مغاربة كرماء، حنا مشينا كنلقاو كلشي مغاربة كرماء الحمد لله. ودعيو مع سجيدة بنتكم لأنها دارت من المحنة وصلت للمرحلة ديال الدياليز حاليا، ولات كدير الدياليز. الحمد لله على كل حال، ونبشركم بان تبارك الله ما شاء الله جابت 17.37 في المعدل ديال الباك في الدور الاولى،
ما بيش ولا ودوزت مرحلة عندها دخلت حتى شهر 11 عاد دخلت مسيرة الدراسة ديالها. كنوجه كلمة شكر وتقدير للأساتذة ديالها والطاقم ديال المدرسة والأساتذة اللي سهروا معها الليالي بأنها كانت كيخدموا معها وكيعوضوا لها الدروس. كنشكرهم بزاف وهات هو معنا في المدينة المنورة. الله ينور طريقكم دنيا وآخرة. وشكرا لخويا يوسف وشكرا للطاقم كله اللي معاه. كنشكركم بزاف. الله يحفظك وليداتك الله يصلحهم ليك وخوتي المغاربة الله يصلحكم كيف ما كنتو فين كنتو. الله يحفظكم لينا وما تنسوش بنتكم ساجدة من الدعاء وبقى بحاجة ليكم دعيو معاها. شكرا لكم بزاف. تحية كبيرة لكم من المدينة المنورة عندكم كاملين المغرب. دعوة خاصة جلالة الملك الله ينصروا لينا مع الملك ديالنا المحبوب الله ينصروا الله يشافي لينا. صراحة المغاربة عندهم سمعة طيبة هنا في السعودية. الحمد لله الحمد لله على كل حال. وكنشكركم بزاف وسمحوا لي راكي مرتي باك الشوم كيجيو يطلعوا عليا شنو كنديروا. السلام عليكم.